قلنا العلامات الأربع الأصلية تنوب عنها 11 علامة فرعية، 11 علامة فرعية. ثلاث علامات تنوب عن الرفع، أربع علامات عن النصب، وعلامتان عن الجر، وعلامتان عن الجزم. هذه العلامات الفرعية، العلامات الفرعية 11 علامة فرعية متفرقة في 6 أبواب. العلامات الفرعية وين نجدها؟ نجدها في 5 أسماء وفي الأفعال الخمسة. 5 أسماء تعرف بعلامات فرعية، 5 أسماء تعرف بعلامات فرعية، والأفعال الخمسة تعرف بعلامات فرعية. نأتي أولا للخمسة أسماء التي تعرف بعلامات فرعية، 5 أسماء التي تعرف بعلامات فرعية، اللي هي المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، والأسماء الخمسة والممنوع من الصرف، وفي الأفعال الخمسة. هذه كلها تعرف بعلامات فرعية، تعرف بعلامات فرعية. نأتي أولا ليعرف بعلامات فرعية، أول هذه الأسماء اللي هي مثنى. قلنا خمسة أسماء اللي تعرف بعلامات فرعية، الخمسة أسماء التي تعرف بعلامات فرعية المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والأسماء الخمسة والممنوع من الصرف. هذه خمسة أسماء تعرف بعلامات فرعية، وكذلك الأفعال الخمسة تعرف بعلامات فرعية. نأتي أول هذه الأسماء اللي يعرف بعلامات فرعية، المثنى. المثنى يعرف بعلامات فرعية، المثنى يعرف بعلامات فرعية. إيش هو المثنى؟ تعريفه المثنى، تعريف المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالتي النصب والجر على مفرده. المثنى تعريفه هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده. ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر. هذا تعريف المثنى. تعريف المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده. إعرابه، بماذا يعرب المثنى؟ قلنا المثنى يعرب بعلامات فرعية. إعرابه يعرب المثنى بعلامات فرعية، يعرب بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. يعني المثنى يرفع بالألف وهي علامة فرعية، وينصب ويجر بالياء وهو علامة فرعية. ناخذ أمثلة على ذلك. مثال على المثنى: جاء رجلان كريمان. جاء فعل ماضي، رجلان فاعل. الفاعل دائما مرفوع، الفاعل دائما مرفوع. أنا مرفوع بماذا؟ بالألف لأنها مثنى. رجل مثنى رجلان في حالة الرفع، في حالة النصب والجر رجلين. أنا جاء رجلان كريمان، فلما نجي نعرف أنا رجلان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى وهي علامة فرعية. لو جاء رجل، رجل طبعا يعرف فاعل مرفوع بعلامة أصلية وهي الضمة. إذن أنا الألف نابت عن الضمة أو الرفع في حالة المثنى. رأيت رجلين كريمين، رأيت فعل فاعل، رجلين مفعول به، رجلين مفعول به منصوب بالياء، منصوب بالياء. حركة النصب الأصلية شنو؟ فتحة. أنا أقول منصوب بالياء، معناها أنا منصوب بعلامة فرعية. سلمت على رجلين كريمين على حرف جر، ورجلين اسم مجرور، مجرور بالياء لأنه مثنى. مجرور بماذا؟ بالياء. الياء هنا حركة شنو؟ حركة فرعية، لأن حركة الجر الأصلية كسرة. فأنا أقول رجلين اسم مجرور بالياء لأنه مثنى، وحركة الياء هنا عبارة عن حركة فرعية. هذا هو الأسماء اللي يعرف بعلامات فرعية. نأتي للاسم الثاني يعرف بعلامة فرعية، وهو جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم، شنو هو جمع المذكر السالم؟ تعريفه هو ضم، تعرف جمع المذكر السالم، أنتوا درستوه في المرحلة الإعدادية، وما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون. لكن هنا تعريفه هو ضم اسم إلى أكثر منه. تعريف جمع المذكر السالم هو ضم اسم إلى أكثر منه، يعني أكثر من اثنين، وضم اسم إلى أكثر منه
على المفرد بزيادة واو ونون في حالة الرفع، ويا ونون في حالتين النصب والجر. إعرابه يعرب جمع مذكر السالم، يعرب بعلامات فرعية بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. يعرب جمع مذكر السالم بعلامات فرعية اللي هي بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. ناخذ أمثلة على ذلك على الرفع، مثال العاملون مخلصون. العاملون هنا مبتدأ مرفوع بماذا؟ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. مبتدأ مرفوع بماذا؟ مرفوع بالواو. حركة الرفع الأصلية الضم، لأن هذا الواو حركة فرعية نابت عن الضم. ومثلها مخلصون خبر مرفوع بالواو. مثال النصب يحترم المجتمع المتفوقين. يحترم المجتمع المتفوقين. المتفوقين مفعول به منصوب بالياء، متفوقين مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. منصوب بماذا؟ منصوب بالياء. حركة النصب الأصلية فتحة، إذا هنا الياء نابت عن الفتحة، فهنا جمع مذكر سالم ينصب به حركة فرعية وهي الياء. مثال على الجر يجب الاهتمام بالمتفوقين. يجب الاهتمام بالمتفوقين. الباء حرف جر، المتفوقين اسم مجرور. اسم مجرور بماذا؟ بالياء لأنه جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم مجرور بماذا؟ بالياء. حركة الجر الأصلية، حركة الجر الأصلية كسر. أنا مجرور بماذا؟ بالياء، نيابة عن الكسر. إذا جمع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء، وهي حركات فرعية، وهي حركات فرعية. ناتي للاسم الثالث اللي يعرف بحركات فرعية، هو جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم، ايش هو تعريف جمع المؤنث السالم؟ هو كل اسم دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على آخره. تعريف جمع المؤنث السالم هو كل اسم دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على آخره. زي ما نقول تلميذة تلميذات، مدرسة مدرسات. إعرابه يرفع جمع مؤنث السالم يرفع ويجر بعلامات أصلية وينصب بعلامات فرعية. شوفوا أنا في اختلاف. جمع المؤنث السالم حركة الإعراب فيه حركة الرفع والجر علامات أصلية، لكن حركة النصب علامة فرعية. إذا جمع المؤنث السالم حركة النصب فيه فقط علامة فرعية. جمع المؤنث السالم حركة الإعراب فيه حركة النصب بس علامة فرعية، أما حركة الرفع والجر علامة أصلية. مثال على الرفع المخلصات ناجحات. المخلصات مبتدأ مرفوع بالضم، مفردها المخلصة، جمع المخلصات. مبتدأ مرفوع بالضمة، مبتدأ مرفوع بالضمة، وهنا مرفوع بالضمة. الضمة حركة أصلية، لأن هنا حركة الرفع في المؤنث السالم، حركة الرفع في المؤنث السالم هي حركة أصلية. مثال الجر أعجبت بالمخلصات. المخلصات جمع لمخلصة، المخلصة. فالمخلصات جمع مؤنث سالم. هذا الباء حرف جر والمخلصات اسم مجرور. مجرور بماذا؟ بالكسرة. مجرور بالكسرة. الكسرة حركة أصلية. الكسرة حركة أصلية. إذا هذا جمع المؤنث السالم يجر بحركة أصلية اللي هي الكسرة. مثال النصب إن المخلصات ناجحات. المخلصات اسم إن. المخلصات اسم إن. اسم إن كان مجرور بالكسرة. اسم إن مجرور. اسم إن مجرور. عفوا اسم إن منصوب. عفوا اسم إن منصوب. إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إن مخلصات اسم إن منصوب. منصوب بماذا؟ منصوب بالكسرة. منصوب بماذا؟ بالكسرة. وحركة النصب الأصلية فتحة. حركة النصب الأصلية الفتحة. وهنا كيف قلنا مجرور منصوب بإيش؟ بالكسرة. إذا هنا لما نقول منصوب بالكسرة، منصوب بالكسرة معناها هنا حركة فرعية نيابة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة. فهذا بحركة النصب لجمع المؤنث السالم فرعية. حركة النصب لجمع المؤنث السالم فرعية. إذا قلنا جمع المؤنث السالم الرفع والجر حركات أصلية،
لكن حركة النصب حركة فرعية اللي هي الكسرة نيابة عن الفتح. نقول أنا الفيصادي اسم إن مبتدأ، اسم إن منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة وهي حركة فرعية. إذا إن شاء الله في المحاضرة بقية المحاضرة الجاية حنكمل بقية الدرس، حنتعرف على الأسماء الخمسة تعريفها وإعرابها، والممنوع من الصرف تعريفه وإعرابه، ونناقش الأسئلة ونحل الأسئلة التي في نهاية المذكرة. بهذا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعمل بكتابه أولا، وبأن يوفقكم في فهم هذا الشرح، ولن نلتقي بكم في المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.